السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. ما زلنا مع اللقاءات الجميلة، وهي اللقاءات الدينية مع سلسلة الأدعية المباركة التي نستفيد منها في حياتنا اليوم. والنهاردة دعاء جميل جدا، دعاء الاستعاذة من الأمراض. الحديث في صحيح البخاري ومسلم وهو متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود، يعني يزور مريض، كان يعود بعض أهله ويمسح بيديه ويقول. مين يا جماعة اللي كان بيستخدم هذا الدعاء؟ ومين اللي علمنا هذا الدعاء؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعاء يعني يعتبر سطر أو أقل من سطر، كان يمسح بيديه ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، لا يغادر سقما. دعاء عظيم ينبغي أن نحافظ عليه، لا سيما وأن الذي علمنا هذا الدعاء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.